اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. شتا تعاودوا؟ المهم انا جيت اليوم تفكرتكم بواحد الفلوغ غادي نديرو خفيف ظريف، ها انتم مشعك عليكم الحاله. المهم اليوم عندي واحد المناسبه اللي هي صغيره، صاحبتي وبنت جيراننا كيف ما كتعرفوا انا في المغرب، وعيطت لي اليوم. ايوا صافي، قلت غادي نمشي لعندها. ايوا صافي، بغيت ندور شويه بالحال وداكشي باش نديرو لكم التصاورات. هادشي على ودكم نديرو لكم تصاورات، نديرو لكم ستوريات، نديرو لكم فلوغات. المهم انا عاد ضربت بواحد التحمحيمه ما نقولش لكم، فعلا تاركه جيت دابا باش تشوفوا راسي منفوخ، ضربته بالسوشوار ينشف. تهبط اختي ان شاء الله غتصوب ليا شعري. ايوا صافي، وغادي يبقى ليا المكياج، وتا هو غادي نشارك معكم، غادي نصور معكم المكياج وصافي. وغادي نلبس غير واحد الجليبه خفيفه، غادي نلبس واحد الجليبه خفيفه ظريفه، حيت كيف ما كتعرفوا انا كنحمق على شي حاجه سميتها الجلابه والقفطان وداكشي البلدي، كنموت عليهم الصراحه. جبت حوايجي، جبت شنطه عامره بالحوايج، من جيت وانا كنلبس غير الجلال تعجبوني الجلال بصراحه. ايوا صافي، وانا غادي نشارك معكم وخليكم معايا. هاني فرقت شعري، ايوا، وكنتسنى اختي الغزاله باش تهبط تصوب لنا هاد الشعر، خلاتني منشوره هنايا. ايوا واش غادي ندير؟ نصوب راسي، ما عنديش الوقت، طلعت عليا الصراحه بلي نصوب راسي. المهم اختي الغزاله بقى ما جاتش، دونك ولكن لي عندي شي باب ما هكا ولا بلاش. المهم ديباناج، المهم اللهم نديباني راسي ونبقى جالسه بلاش. انا اصلا شعري ما شعري رطب. هاهي اختي الغزاله عاد جات تضرب النص في شعري، عاد جايه لالا العروسه كتمختر. قلت يا ويلي شد حالي شعكيكتي كاع راسك كزاكي. ايوا داكشي اللي عطا الله الصوبه، واحد الا بغى يصوب الراس راه خاص يشعك لك راه عارفه. هاد الهضره واش كتسمع بالسوشوار، ولكن المهم راكم عارفين الاجواء اجواء الصالونيه ياكي. والطوموبيلات المهم و داكشي ديال العجقة تيقولوا لي العجقة صراحة. السوسوت الصوبة ديالها زوينة، ندير لك الإشهار تخلصين أختي. وها أنا صحتي وراحتي، كيجيكم البراشين شكل حتى تلويلي من التحت، الصراحه كيعجبني كيجي هكا كيجي زوين. ها انتم
مهم دابا غادي نمشي غادي نطلع الواليده دارت الغدا اختي الصراحه اللي درت الغدا اليوم اختي الكبيره غادي نطلعو نتغداو ايوا من بعد غادي ندير الماكياج غادي نحط الماكياج هنا في الصالون باش نصور في خاطري ايوا وغادي ندير الماكياج هانتوما كتشوفوا وجي الصراحه عندي هاد الزرقيه تحت العينين ما كندير حتى شي حاجه كنت درت غير بطاطا في الصراحه ياكي بطاطا وتسج بطاطا دابا صافي ما بقى وقت بطاطا صافي ندربوا داكشي بالفوندو تان وبالونتي سيرن الموضوع نايدين مع الطريق شكرا شكرا كنعرف نوصف يلا المهم اللي بغات بروشينغ يا بروشينغ تجي لعند السوق الا تجي لعند الخاص ونعطيها لادريس تلقى الجبل ديالك صافي اجي وعندها باش بقى صوب فابور الجيران كيهضر يلا شوفي ندير شي بطاطا ونتغدى واخا نديرها مقليه معاكوليا اكليها ما يبقاوش نديرها مقليه زعما يلا نتلاقاو صافي ماكياج ديري الثلج عاد صوبي ماكياج لا ما ندير والو يا درت الفلاش المهم انا تغديت دابا غادي نوجد الماكياج باش غنبدا نبدا بالله دابا هذا هو الاول الواليد غيدير لنا الشو واخا 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 با شو اديسيون الله الواليد حتى هي ناضت تسمعوا الصون ديال الدار كلشي كانوا دايعين هادي ميك صافي ميكي الواليد الواليدة راه قلت لكم والله ما غنحبزو وما غاديش ندير المونتاج المهم كنت باديه الماكياج جات واحد البنت صاحبتي حبسنا كلشي وتعطلت البنت صاحبتي كتعيط المهم درنا الفضيحه اليوم الفضيحه المهم غادي ندير داكشي غير عشوائي جدا جدا المهم داكشي ديال تلص لحقاش كنت غادي ندير ماكياج على خاطرو ولكن تقريبا راه ساعه وانا مع بنت جاي عندي من بنت صاحبتي دابا تشوف هذا الفيديو امينه جات تعرض عليا العرس جات عندي هي وراجلها ايوا صافي عطيتها وقتها هي وقتها المهم دابا انا غادي داكشي ديال الزربه وصافي كاين لا بروش لا بونجيل والو كاين على اليدين ودهن دهن المهم انا دابا كنلصق الشفيرات يعني درت ليهم الكولا واحد الكولا الصراحه كناخذها زوينه ديال الكيس هي بيضة من كتحطيها على الشفر كتولي اللون ديالها زريرق كتولي زرقاء كتشد الصراحة زوينة هي وحدة اخرى تاهي ها الشفيرات لصقتهم دابا غنطراسي حجباني الا ندير شي كولور فوق عينيا عندي هاد الباليطه هادي انا قالوا لي عاد لبست تركواز دونك غندير شي لوين
هي تركوز وفيها اللوينات. ندير هذا الزرارق، ندير الزرارق، غندير غير بصبعي. انا قلت لكم اليوم الماكياج غيكون نزالك. ندير غير واحد شويه، شوفي في المرايا هذه باش ما نبدل. اوكي ها انتم كتشوفوا خفيف ظريف. دابا غادي نطراسي حجباني حتى ديك تجي الكحل. نطراسي حجباني كلا ندير في المرايا. سمحوا لي على الاضاءه، دايره غير بهذاك داك الخويتم الصغير اللي كيلصق في التليفون قرار. لما نطرسيت حجباني هاني غندير كحيله فراجو، غادي ندير شويه ديال باودر تحت من عينيا، ما كنديرش وجهي كامل، كندير غير تحت عينيا هنا. فغاجو عكيرة وهنا ساليت. غندير لو طخي اي رقيق صافي، ما عنديش الوقت. ما كانش حتى بروفيسيونال في المكياج غادي تقول لي اختي اش ديك الروينه درتي. والله اختي طلعت زويبه ساعي جبتني. فينك الشيته؟ فينك يا الشيته ديال فغاجه؟ فينك؟ ها هي ندير عكيرة اوكي. ها هو المكياج سالا. دابا غادي نلبس الجلابيه ديالي ياك. وهانتوما ما كانتي ما كانتي معنا ما كانتي تلفسيها حتى هي ويلي حتى كلشي ضربتيه البوه ثلاثه. والو كنتلف انا بزاف ولكن ما كانتي ما نكونش تلفت. اوكي لبس الجلابيه وها انا معاكم. احنا جينا عند لالا غزلان حادقه، ها هي وجدت لي انا مسكينه الله يطيب بها، ها هي درت لينا الطبيعه. هذه هادو خواتاتي البنات.
مزيان رجعت معكم. عاد جيت للدار دابا، عاد وصلت الصراحه دازت عشيه غزاله وما سخيتش ما سخيتش ما سخيتش. عرفت واحد الاحساس زوين من كتلقي من مع اصدقاء ديال الطفوله ديالك وكتجمعوا عاوتاني من جديد وتقولوا وضحك عليا الصراحه. واحد الاحساس زوين، عرفتي شنو هي كترجع داكشي ديال تبقاو نعاودوا داك الكوارث اللي كنا كنديروا في الصغر والطرائف والمصائب. الصراحه فرحت بزاف، ومن هذا الفيديو كنقول لك غزلان شكرا بزاف على هذه العشيه اللي دازت الصراحه زوينه. وكنشكر احلام غزاله، احلام القلب الابيض، وكنقول لك الله يفكك على خير ان شاء الله تولدي وتنوضي بالسلامه، وكنتمنى لك كل خير في حياتك ان شاء الله. هادشي اللي كاين، وصلت النهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو يجيكم خفيف ظريف، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يدير لنا واحد ابوني، وما تنساونيش من لايك 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 وكومونتير. وحاجه واحده اخرى كنت غادي نساها هي المكياج. انا عارفه البنات غادي يسولوني الكحل شنو سميتو، هادي شنو سميتها، دونك غادي نخلي كل شيء في هذا الفيديو هذا. انا المكياج ديالي فايت شاركت معكم واحد الفيديو وقلت لكم المكياج اللي انا كندير، كندير مايبيلين، كندير هاد الماركه هادي هي اللي كنرتاح ليها في الصراحه، كتعجبني والصراحه كتجي زوينه، كتجي زوينه في المكياج. انا كنرتاح لهاد الماركه هادي بزاف. صافي هادشي اللي كاين، والمكياج اللي درت قبيله راه راكم شفتوني طلصت بيدي درت كحل ها ها ها، المهم داكشي ديال الزربه وصافي. وانا اصلا المكياج ديالي ما كنبدلش فيه واحد المجهود، ما كندير. المهم تقطع لي الفيديو. المهم المكياج ديالي انا ما كنديرش واحد المجهود فيه، ولا كندير الكونتورين، اولا كنبقى ندير الهايلايت، اولا ما كنتقلش على راسي بزاف، اولا كنبدا ندير كوش فوق كوش فوق كوش فوق كوش. المهم انا مكياجي واضح وباين. حاجه وحده اللي كنزيدها هي كندير شفار. صافي هادشي اللي كاين، كندير فوندو تافه جوع كر كحل، كنطراسي حجباني. وتا هنايا ما تنبقاش 70,000 لون، خلط 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 تنجي. انا اصلا عندي النوع ديال العينين ديالي مبطنين. المهم كندير هكايا شويه من هنايا وصافي شي كولور. صافي هادشي اللي كاين، تندير داكشي. المهم ساهل، كل واحد عارف وجهو، حافظ وجهو، كيعرف يماكيه. صافي هادشي اللي كاين، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم تصبحوا على خير. نوض نمشي دابا نغسل وجهي، نحيد عليا هاد وصافي. هادشي اللي كاين صراحه عييت بحال ما عرفت شنو درت وانا ما درت والو. المهم يلا نخليكم ونتلاقاو في فلوق جديد وفيديو جديد. الصراحه مصوره كاين الفيديوهات غايه كونيكسيو شويه كتمرض. يلا وعواشركم مبروكة، نسيت هادي، عواشركم مبروكة، إن شاء الله يدخل عليكم العيد بالصحة والسلامة وطول العمر وبالصحة. الصحة 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 هي أهم حاجة. اللي عنده صحيحته راه عنده كل شيء، وهذا الشيء اللي كاين وصافي. يلا سلامة.